يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب المساعدة والخدمة من الجن المسلمين والتعامل معهم في ذلك ما حكمه؟ لا، ما يجوز الطلب منها، بل يكره الطلب من الإنس، يكره الطلب من الإنس، ويستغني الإنسان بالله ولا يذل للسؤال للمخلوقين، الإنس اللي يراهم، أما الأموات وأما الجن الغائبون فلا يجوز الاستعانة بهم أبدا، استعانة بالله عز وجل. نعم، إنما الاستعانة بالإنسي الحي الحاضر عندك القادر الذي يقدر على إعانتك. نعم.